العام بالنيابة لأمين العام لوزارة التجارة. البرامج والاستراتيجية في مجال الفعل بعقد حوالي 11 إذ أن المخبر الوطني للتجارة إمضاء لاتفاقية التعاون بين محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والمخبر الوطني للتجارب، والذي ستساهم بلا شك هذه الاتفاقية في تدعيم هياكل المخبر من خلال إنشاء السريع لمخبر تجارب في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. اتفقنا على العمل سويا من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية، بدءا بإنشاء لجنة مشتركة لرصد إنجازات، حيث تعمل على وضع سياسة الاقتصاد من خلال تحديد القدرات الكاملة لتقليل بصمة الطاقة ووضع برنامج محدد لتحقيق ذلك. وستشمل هذه الاتفاقية في بعدة مواضيع، أولها تعزيز البنية التحتية للجودة للمخبر، لا سيما فتح قسم خاص بتجارب في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. كذلك هذه الاتفاقية سوف تسمح بالاستفادة من الخبرة الكبيرة تاع المحافظة من خلال مرافقة المخبر من أجل إعداد دفتر شروط لاقتناء يعني كل المعدات التجارب في مجال الفعالية الطاقوية للمنتوجات الكهرومنزلية، لا سيما المكيفات الهوائية، مكيفات الهواء التي تشهد حاليا يعني تدفقات على مستوى السوق، ونسهر على وضع حيز الاستهلاك لمنتوجات يعني تكون مطابقة للقوانين. ولهذا جاءت هذه الاتفاقية باش تمد دفع لتجسيد هذا المسعى. والمجهودات التي بذلها قطاع التجارة تكللت بإنشاء العديد من المخابر على مستوى الولايات، من بينها حاليا 35 مخبر ناشط على مستوى الولايات لمراقبة مطابقة المنتوجات، وكذلك هناك 7 مخابر مستلمة حاليا تم إنشاؤها وهي في طور التجهيز للدخول في الخدمة في أجل قريب جدا، بالإضافة إلى حوالي تقريب 9 مشاريع قيد الإنجاز، إضافة إلى البرنامج الكبير لتوسيع عمليات إنشاء مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الولايات الجنوبية المنشأة حديثا. تم يعني إقرار برنامج تدعيم هياكل المخابر ببرمجة اقتناء 8 مخابر متنقلة، صدير دي لابوراتوار موبيل على مستوى أكبر المعابر الحدودية لتسهيل عمليات رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود.